حبايبي الحلوين، اهلا بيكم وبرنامجكم عم بشارة على الهوا. موعدنا زي ما هي، احنا مع بعض كل يوم سبت على الهوا من الساعة 6 للساعة 7، غير حلقاتنا المسجلة اللي بنتقابل فيها يوم الثلاث برضو من الساعة 6 للساعة 7. معايا النهاردة مجموعة من الولاد والبنات، هنقول الولاد وبنوتة واحدة، اسمحوا لي اقدمهم لكم نتعرف عليهم. قاعدة قصادي جونير ايهاب، ازيك يا جونير؟ ابتسامتها جميلة قوي. بعد منها شنودة روماني، بعد شنودة ابراهام مينا، بعد ابراهام قاعد فارس ميلاد، ازيك يا فارس؟ بعد فارس قاعد يوسف ماجد. منورين يا اولاد. اما على الصف بتاعي بقى واحنا جايين كده من ناحيه عربيه عم بشاره على هنا، معايا روماني وليد، روماني بعد منه في كريم راتب، وبعد منه بشوي هاني، وبعدين ابا نوب ايهاب، وعلى شمالي شنوده هاني، وعلى يميني العسوله خالص اسحاق ايمن. ازيك اسحاق؟ منورني يا حبيبي. حبايبي الحلوين وحشتوني خالص. كنت عاوز اتكلم معاكم في موضوع يعني مهم شويه، يعني ان ازاي اما بنعمل حاجه او عايزين نعرف حاجه او نتعامل مع حاجه نبقى عارفينها ونعرف معلومات عنها كويسه. يعني مثلا احنا دلوقتي لسه في الاجازه مش كده؟ لسه المدارس شويه. في الاجازه بقى بنروح مصيف، بنلعب رياضه، بنسافر، بننزل حمام السباحه، المواهب الكتير بنمارسها في الاجازه، من ضمنها برافو وشنوده بيقول انه بيسافر. عايز اقول ان مهمه قوي الحاجه اللي بنعملها يبقى عندنا فكره عنها. يعني مثلا موضوع ركوب العجل، رياضه جميله، رياضه جميله خالص، بس مهمه قبل ما نركب عجله نكون عارفين، نكون اتدربنا عليها، نكون عارفين امكانيات العجله وازاي نمشي وما نخطرش. ليه بقى انا بتكلم عن العجله بالذات؟ من يومين حصلت حاجه غريبه قوي. انا شفت ولد راكب عجله وبعدين
زي ما يكون مش عارف يمشي بيها، عمال يميل شمال ويميل يمين ويخبط في الرصيف، ومره طلع الرصيف جريت وراه عشان احاول الحقه، بس هو سبقني ووقع بالعجله. طبعا انا ما سبتوش، جريت وحاولنا كده ننفض هدومه ونقول له معلش انك وقعت. بس برضه حبيت اساله سؤال، انت ليه يا حبيبي عملت كده؟ يعني ليه انت كنت هتضيع نفسك وبعدين ماشي في طريق عام، وكويس انك لما وقعت ما كانش فيه عربيه وراك ولا حاجه، ليه لما جيت حتى تخبط في الرصيف ما دوستش فرامل؟ فوجئت بحاجه غريبه قوي يا اولاد. بيقول لي هي فين الفرامل يا عم بشار؟ فاكتشفت انه مش عارف حاجه عن العجله، واكتشفت ان العجله حتى الفرامل بتاعتها بايظه. فبقول له طب انت ليه راكب العجله كده؟ قال لي بصراحه انا اول مره اركب العجله دي، العجله كانت بتاعت اخويا الكبير وكانت مركونه عندنا كده في الجنينه، وقلت اجرب اطلع بيها. ينفع كده يا اولاد؟ ينفع حد يركب عجله مش عارف امكانياتها، ده مش عارف الفرامل فين، ويطلع بيها كده في الشارع وسط العربيات؟ لا. المهم وصلناه بالعجله لحد بيتهم وعدت الحكايه بسلام. اذا احنا عشان نعمل حاجه لازم نكون عارفين معلومات عنها. ده فكرني بحدوته بسيطه صغنونه خالص جميله كده تناسب سنكم الصغير. حدوتتنا بتحكي عن ارنوب صغنون خالص كان لسه مولود، وبعد ما مامة الأرنوب ولدته طبعا قعدت ترضعه كم مرة وهو مغمض عينيه، عارفين البيبي أرنوب نونو خالص، يمكن ما لحقش يشوف مامته، مش ما عرفهاش، لأن الكم مرة كده اللي مامته أكلته فيهم أو رضعته كان بيبقى مغمض عينيه بقى وبتاع. يوم ما ابتدى يفتح عينيه وقبل ما يشوف مامته، كانت مامته خرجت راحت الحقل اللي بعد الغابة اللي هم فيها علشان تجمع شوية جزر وخص علشان ياكلوا، أو هي بالتحديد كمان تاكل. فمامته اتأخرت شوية، وهو عايز مامته اللي ما شافهاش خالص لسه، فيعمل إيه يعمل إيه؟ قعد يتمشى بالراحة كده، هو طبعا لسه بيتعلم المشي، لحد ما خرج على باب البيت أو الجحر بتاعهم ووقف مستني ماما. هو بص حواليه شاف سما وما يعرفش ان دي حتى اسمها السما، لا اشجار وما يعرفش حتى اسمها. وفجأة وهو واقف مستني مامته لقى عصفور بيصوصو وبينده عليه، وجي راح نزل وقف جنبه. الارنوب قال له انت ماما؟ فقال له لا انا مش ماما، انا عصفور صغنون خالص، واكيد مامتك حجمها أكبر من حجمي. فقال له يعني ماما حجمها أكبر من حجمك. واقف تاني مستني، فجأة عدت عليه مين؟ وزة. الوزة طبعا حجمها أكبر من العصفور، وكان العصفور قال له إن ماما حجمها أكبر مني. فقال لها بس أنت ماما؟ قالت له لا يا أرنوب أنا مش ماما، أنا على جسمي ريش كتير وليا منقار، وانت مامتك طبعا اكيد شبهك، على جسمها شعر وما عندهاش منقار زيي. قال هو كل ما يسأل حد يبتدي يعرف معلومات عن مين؟ عن مامته، عايز يعرفها. فشويه ولقى خروف بقى معدي، فجري عليه قال له يبقى انت ماما. قال له لا برضه انا مش ماما، انا حجمي اكبر من ماما، وبعدين أنا اللي على جسمي ده فرو، مامتك أكيد شبهك مفيش على جسمها فرو، وبعدين أنا كمان ليا قرنين في دماغي، مامتك أكيد ما عندهاش قرون. يسكت ما سكتش، اتمشى شوية كده بيدور على مامته، فشاف الحمار، قال بس الحمار على جسمه هو شعر، هو مش عارف اسمه طبعا، هو شاف إن الحمار ده على جسمه شعر وملوش قرون زي ما قال له الخروف. قال له بس، جرى على الحمار يقول له ماما ماما. قال له يا حبيبي انا مش ماما، انا على جسم شعر زي مامتك، بس انا حجمي كبير قوي ومختلف اكيد عن ماما. قعد زعلان، عايز مامته، وجاي يرجع تاني يدخل على البيت بتاعهم او الجحر
لقى فار. قال له بس ايه بقى انت ماما؟ ضحك الفار وقال له لا انا برضو مش ماما، لاني اكيد مامتك شبهك، انا عندي ديل كبير انما انت عندك ديل صغير. اه على جسمي شعر بس ماما مختلفة عني بكتير. فضل واقف مستني مامته وبيراجع في دماغه المعلومات اللي عرفها. عرف من العصفور ان مامته اكبر من حجم العصفور، وعرف من الوزة ان مامته ما فيش على جسمها ريش، دي بشعر، وعرف من الخروف ان مامته ملهاش قرون، وعرف من الحمار ان مامته اصغر. قعد يجمع المعلومات دي وفجأة لقى مين جاية؟ مامته. عرفها على طول من المعلومات اللي عرف عنها، وقعد بفرحه ينده عليها ماما ماما، وجريت وخدتها في حضنه وقالت له تاني مره ما تطلعش بره البيت بتاعنا، وانا كده كده كنت بجيب اكل وجايالك. الحدوته بسيطه خالص يا اولاد، بس انا حبيت اعرفكم منها اننا ازاي نستفيد من المعلومات عن أي حاجة هنتعامل معاها. اه المرة دي بنتكلم عن مامته اللي كان ممكن يعرفها بجريزته وكده، بس إزاي كان صاحبنا بتاع العجلة ده اللي وقع كان المفروض قبل ما يركب العجلة يعمل إيه؟ يتعلم ويتدرب كويس ويطمن على الفرامل بتاعة العجلة، وبعدين لما يمشي بيها أول مرة ما يمشيش في طريق كده في عربيات وفي حاجات كان ممكن يتعور. صح يا أولاد؟ حلوه الحدوته؟ اه حلوه ولا طيب حلو قوي. بعد ما حكينا الحدوته عندنا لحظه ترقب. طبعا يا اولاد انتوا عارفين ان احنا في كل حلقه بنقول سؤال للحدوته، صح؟ بنطلب من اصحابنا انهم يعرفوا الاجابات الصحيحه ويبعتوها لنا. اصحابنا اللي بيجاوبوا اجابات صحيحه بنحط اسمائهم هنا في البوله اللي قدامنا دي، وعلنية بولة علنية كده مع الشفافية. هنختار اتنين، هيحصل لهم ايه الاتنين؟ برافو انتوا حافظين. هيجوا يحضروا معانا حلقة من حلقات البرنامج، نشوف اصدقائنا الشطار مين هيكسب النهاردة. الفائز او الفائزة الاولى اتنين، صدقوا اخوات بيشوي ويوستينا سامح، اهلا بيكوا سقفوا لهم. مبروك بشوي ويوستينا. ونشوف مين الفائز الثاني. الفائز الثاني صدقوا اختين برضو، بقى عندنا اربعه فايزين حظهم حلو. لافينا ويوستينا هاني من العاشر، برافو سقفوا لهم شاطرين. حبايب الحلوين اللي فازوا معانا النهارده، الاعداد عندنا هيتصل بيكم علشان يرتب معاكم تيجي وتحضروا معانا حلقه من حلقات برنامجكم عم بشاره على الهواء. دلوقتي بعد ما خلصنا الحدوته وطلعنا اسماء اصدقائنا الفايزين، المفروض نعمل ايه دلوقتي في البرنامج؟ لا فاصل. ايه لسه بدري على الفاصل؟ نيجي بقى للمسابقات بقى والاتصالات والتليفونات والاسئله الجميله. طب علشان بقى نعمل المسابقات والاتصالات دي لازم مين يكون معانا اللي معاه الاسئله؟ مايكل. استاذ مايكل، انكل مايكل، صح؟ انكل مايكل قاعد بيجهز الاسئله دلوقتي في البيت بتاعه. مين عارف البيت بتاعه؟ اهو برافو عليكم، اهو جاري، ده بيتي وده بيته. فتعالوا ايه لا يكون ناسي نفسه وزمانه خلص الاسئله ننده عليه. هقول واحد اتنين تلاته باعلى صوت، تقولوا يا انكل مايكل، ماشي؟ يلا واحد اتنين تلاته يا انكل مايكل. تاني يمكن مش سامع. واحد اتنين تلاته يا انكل. اهو جاي اهو يا عم بشاره. مايكل ازيك يا عم بشاره؟ بص انا جاي لك ازاي جري فظيع. ازيك يا عم بشاره؟ بص كنت عامل رياضه كده احكي لك. انا عجل بس اوعى تقع. بقالي فتره انا بعمل رياضه بقى في البيت بتاعي، بطلع كده اقفز وانزل على الارض. ازاي يا مايكل ده انت لو قفزت هتوقع سقف؟ بخبط السقف بقى، بقالي فتره برمم شغال في اعمال ترميم. او عايزك بقى في الحاجات دي لان ابتدى قالوا لك عليا بتاع محاره انا ولا ايه؟ انا نجار. ما هو خلي بالك انا بيتش خشب. اه بس معلش احنا نعمل بيت جديد بقى، نجدد بقى، نجدد خالص. عايزين نلون كده، عايزين نعمل شويه حاجات. بس انت جهز قرشين كويسين وانا اجي اعمل لك بيت كويس. خلاص يا عم بشاره، بس برضه هخدمك في السعر يعني. لا ما تقلقش يا عم بشاره اللي تؤمر بيه. انا مبسوط قوي اني معاكم النهارده يا عم بشاره. انت معاك اطفال واصدقاء جمال جدا وحلوين جدا معانا النهارده. شايف العسوله اللي على يمينك دي؟ اه
وشايف القمر اللي على يميني ده؟ اه اسمها ايه؟ الاسمر من المصيف ده. اسمك ايه؟ مش كده؟ جونير. امور قوي جونير دي. اه ايه ده جميله قوي. طب حلو خالص، احنا عندنا حلقه جميله النهارده عم شارة. اكيد. طب احنا حكينا قصه كده وعملنا حاجات حلوه مع اصحابنا، اتكلمنا عن ازاي الواحد ما يتعاملش مع حاجه الا لما يعرف معلومات عنها. طبعا قيمه جميله جدا انك لما تعرف معلومه عن حاجه هتعرفها بسرعه وتتعامل معها. طبعا دي حاجه جميله قوي، قيمه مهمه قوي نتعلمها. طبعًا عشان كتير قوي نتكلم على حاجات واحنا ما نعرفش عنها اي حاجه. مايكل اصدقائنا على التليفونات كتير، احنا عندنا فرصه النهارده يا عم بشار. انت محضر هدايا؟ عشان ما يجوا نعرف نديهم هدايا كتير. صحابنا اللي بيكسبوا. لا احنا بقالنا فتره الهديه انه يجي يحضر معانا حلقه من حلقات طبعا الهدية. وغير كمان الحلقات اللي مسجله اللي بنبقى موجودين مع اصحابنا وبنروح لهم في كل اماكن مصر. حلو خالص، يلا بسرعه مع اصحابنا ننشط نفسنا ونلعب بسرعه. الالعاب بتاعتنا عباره عن اسئله كتير قوي ومسابقات كتير خالص، معلومات عامه ومعلومات في كنسيه او طقسيه، وكمان معلومات يمكن نكون واخدينها في الدراسه بتاعتنا في المدرسه زي في ماده الحساب او الماث او والساينس او العلوم والحاجات دي كلها صحابنا عارفينها سواء المدرسه او من الكنيسه مدرسه احد ومهرجانات والكلام ده. المواد بقى بالمره بسرعه عم بشاره نقول لاصحابنا المسابقه عباره عن ايه. مجموعه اسئله كتير خالص اللي مش عارف البرنامج بتاعنا 12 مجموعه اسئله. كم مجموعه؟ 12. هاي 12 مجموعه اسئله، وكل مجموعه فيها كام سؤال؟ فيها خمسة. خمس اسئله، وكل سؤال بيسال واحد من صحابنا الجمال جدا. مين حافظ صحابنا اللي بيسالوا لنا الاسئله؟ واحد مين؟ سمكه. السمكه والارنب والقرد. هايل. والزرافه والاسد. اخر سؤال واخر تحدي لينا في كل مجموعه يكون الاسد، عشان الاسد ده صعب جدا. والارنب ده، الارنب ده رقم كام ده؟ رقم 2. شطار. حلو خالص، اسئلتنا كتير. خمس اسئله، نمره التليفونات حالا تنزل دلوقتي قدامكم على الشاشه، ما كانتش نزلت نكتبها بسرعه ونسجل الارقام للناس عشان تحفظها وتقعد تتصل بينا كتير 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 لغايه لما يوصلونا لو سمحتوا. ما تزهقوش مننا زي ما احنا كده بننبسط، ما نزهقش منكم ابدا. حلو خالص، لغايه لما يوصلونا تليفوناتنا مفتوحه ونتسابق مع بعض، واللي يكسب على الهوا زي ما عم بشاره قال يجي لنا حلقه ونتصاحب عليه اكتر. شوف مين معانا دلوقتي. اول حد وصل لنا مهرائيل. الو مهرائيل. أنا عم بشارك. ازيك يا مهرائيل، عامله ايه؟ تمام. يا رب دايما. بتتكلمي منين يا حبيبتي؟ من بحيرة السلام. منين؟ قالت ايه؟ منين تاني؟ من بحيرة السلام. زهراء السلام. السلام. دي جنبينا هنا. طب ما كانت جت القاهره يعني. مهرائيل مش هنضيع وقت يا حبيبتي، يلا مع انكل مايكل اختاري رقم مجموعه وان شاء الله تفوزي معانا. قال لك يا مهرائيل بنبسط قوي كده، الناس متحمسه ومن اول حلقه بيحاولوا يتصلوا ويوصلوا لنا بسرعه. اكيد انت على التليفون من شويه، فحلو ان انت تخشي معانا او تدخلي في اول الحلقه. عندنا 12 مجموعه اسئله يا مهرائيل زي ما احنا عارفين، واتفقنا حالا دلوقتي مع اصحابنا كلهم ان هم 12 مجموعه اسئله. تختار رقم من المجموعات دي عشان نشوف اسئلتها اخبارها ايه وتعرفي تحلها لنا ولا لا. رقم كام اول مجموعه تختارها لنا يا مهرائيل النهارده؟ رقم 5. رقم 5. قالت كام؟ 5. وفي كام سؤال في المجموعه دي؟ 5 برضه. يلا نشوف اول سؤال في المجموعه الخمسه اللي هي السمكه. شاطر، يلا نشوف السمكه هتقول ايه لمهرائيل. كمل الايه. من سالك فيه نقط، ومن اراد ان يقترب منك فلا ترده، ارحمه ولا سامحه ولا اعطيه. والوقت ابتدى يا مهرائيل. معظم السمكه كده دايما تطلع لنا بايه بنكملها مع بعض ونعرف نص الايه يقول ايه. النص بتاعنا مثلا 5 بيقول من سالك فاعطيه، ده اللي انت قلتيه، ومن اراد ان يقترض منك فلا ترده، من سالك فاعطيه. متى 5:42 اجابتك صح. برافو عليك يا مهرائيل، تنسى في الاجابه دي اول شكاعه هقولها. حلو خالص، مبدا العطاء ومبدا حتى لو حد استلف منك حاجه اوعى ترجعه فارغ، او اوعى ما تلبيش النداء بتاعه ان هو محتاج منك حاجه. يلا نشوف سؤالنا الثاني اللي بيساله الارنب. برافو شطار. يلا نشوف الارنب سؤاله الثاني لمورائيل في المجموعه الخامسه هيكون ايه. يا ترى يا صحابي رابع نغمه في السلم الموسيقي اسمها ايه؟ دو ولا سي ولا فا؟ والوقت ابتدى. سؤال سهل.
حلو خالص. السلم الموسيقي بتلاقي أي حد لعب أي آلة لازم يكون عارف السلم الموسيقي، على فكرة حتى اللي بيلعب أو اللي بياخد تدريبات صوت هيكون عارف ده. رابع نغمة في السلم الموسيقي هي إيه؟ رابع نغمة في السلم الموسيقي هي إيه؟ هي دو ولا سي ولا فا؟ فا. فا. نتيجي نشوف مع بعض كده السلم الموسيقي عبارة عن إيه؟ دو ري مي فا صول. فا فعلا رقم 4 مظبوط. عاوز سقف جامد جدا لابراهيم. برافو. نكمل دلوقتي يا عم بشاره بقى. قلنا الفا عشان وقفنا عندها وده كان حل سؤالنا. صول لا سيدو. لكن صول مي فا صول لا سيدو فاصوليا كده فيها صول فاصول. ده لو بنعزف في المطبخ. ممكن في الحلل. أيوة. هنشوف القصه دي مع بعض. اكيد لينا يوم كده في مطبخ مع بعض نلعب. سؤالنا الثالث. لا الثالث ده شقي. اسمه القرد. ده القرد ولا المونكي؟ القرد. المونكي. مونكي ولا القرد يا اولاد؟ مين يقول ايه؟ هو المونكي يعني القرد. واحد مونكي والقرد. شفت بقى عم شرق حركتنا. القرد والمونكي. يلا صراحه نشوف السؤال الثالث. القرد هيكون ايه؟ من القول؟ الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. بطرس الرسول ولا سمعان الشيخ ولا سمعان القيروني؟ والوقت ابتدى يا مهرائيل. موقف مهم قوي وآية مهمة قوي اتقالت كده في وقت كان فيه طب عشان الوقت نقول بسرعة. آية اتقالت في وقت مهم. الآية دي بتقول الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. دي الآية. مين اللي قالها؟ بطرس الرسول، سمعان الشيخ، سمعان القيرواني؟ سمعان الشيخ. سمعان ال قلت ايه مهرائيل؟ سمعان الشيخ. سمعان الشيخ. سمعنا الشيخ هو اللي قال الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك أو حسب قولك بسلام حسب مكتوبة في لوقا 2. إجابتك صح طبعاً. تعالوا سقف جامد جداً لإبراهيم قطرة. وكانت تكملة الآية لأن عيني قد أبصرت خلاصك، وكانت المناسبة دخول يوسف النجار وماما العذراء بالطفل يسوع للهيكل. طبعا الهيكل. وده كان وقت كان يمكن في وعد ان سمعان الشيخ ما كانش مصدق بالميلاد، فقال له مش هتموت ومش هت يعني تروح الا لما تشوف تنطلق او يعني تتنيح او تنطلق للسماء غير لما تشوف بعينيك. ده طبعا هو ده الموقف. بيقول له خلاص يا رب انا صدقت وامنت وشفت الطفل يسوع، فدلوقتي ممكن انطلق واجي عندك. حلو خالص. هي القصه دي كلنا عارفينها وحافظينها بس عشان ما نتلخبطش في الاسماء. سمعان الشيخ. حلو خالص. انا نروح بسرعه بالسؤال الرابع. والرابع بقى طويله قوي. شطار. الزرافه طويله. سؤالنا الرابع نسمع ونشوف الزرافه هتقول ايه لمهرائيل. مين يعرف اسم القديسه اللي ليها دير في براري بلقاس؟ القديسه العذراء مريم ولا الشهيده دنيانا ولا الشهيده مارينا؟ والوقت ابتدى. القديسه دنيانا. القديسة دميانة. الحقيقة هي يمكن ما استنتش الوقت، هي عارفة المعلومة. بنتكلم على دير موجود في براري بالاس او بالقاس، وهي طبعا دير القديسة مارينا. اجابتك صح. تعالوا نسقفلها جامد. برافو. سقفلها اسحاق. برافو عليكي شاطرة. سؤال ممكن يبقى سهل للناس، في ناس عارفة الاجابة فبالنسبة لها ده سؤال سهل قوي. اخر سؤال واخر تحدي لنا النهاردة هو سؤال الأسد. يلا نشوف نسمع الأسد هيقول إيه لمهرائيل. آخر سؤال ليا في المجموعة. كم كرات في التلات فدادين؟ 48 كرات ولا 65 كرات ولا 72 كرات؟ والوقت ابتدى. أسد أسد دايما كده. طب حلو خالص. إحنا عندنا القراريط أو القرات بيساوي كام فدان؟ ده السؤال بتاعنا. تحويل. ها بنحول من وحدة لوحدة تانية. كام إيراد في الثلاث فدادين؟ هل هم 48 65 ولا 72؟ لو احنا عارفين الإيراد يساوي كام فدان الموضوع بقى سهل خلاص. هنحسب في ثلاثة الموضوع سهل. كام فدان كام إيراد في ثلاث فدادين؟ 72. 72 إيراد. يعني الفدان الواحد كام؟ طب هو طالما اختار حتى لو 72 إيراد.
72 شويه نشوفها صح. يعني الفدادين الثلاثه هيساوي 72 ايرات، يعني الايرات الواحد ساعتها هيساوي 24. الفدان الواحد، الفدان الواحد هيساوي 24 ايرات. مظبوط، اجابه صح. تعالوا سقف جامد جدا لمرايه يكسب معانا. مبروك مبروك يا مهرائيل. عمو بشاره بيفرح قوي يا مايكل لما يبقى اول مكالمه ويفوزوا معانا. طبعا دي حاجه تفرح كلنا. ده بيخلينا اصحابنا حتى بيفرحوا، ده بيخلينا عايزين نفرح اكتر بالمواهب الجميله اللي معانا. وانا معايا موهبه هتندهش لما تسمعها. ادهشني يعني. توعدني انك تندهش؟ لا هندهش لو الموهبه مدهشه. لا مدهشه. جونير مدهشه. تعالي يا جونير خد جونير الاموره. لا انا هندهش. تعالوا نسقف جونير ونشجعها قوي. ارجعي اقعدي جنب انكل مايكل. جونير هنتكلم في المايك. عرفينا بقى انت عندك كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين هايل خالص. انت مشتركه في كورال الكنيسه بتاعتك؟ لا. بس بترنمي. طب هتسمعيني ترنيمه ايه؟ انت ليك في حياتي خطه. يلا بينا نسمع جونير. يلا اتفضلي. انت ليك في حياتي خطه، خليني اقبل ما فيها حلوة مرة مرة مرة، بس لازم هتعديها. انت ليك في حياتي خطة، خليني اقبل ما فيها حلوة مرة مرة مرة، بس لازم هتعديها. يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل ويراضي، راح أقول لنفسي تياي ده أنت بتبدل رمادي، ده أنت بتبدل رمادي. عمسة فلاجة مدى. برافو جدا 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 جدا. هي طويلة أو واضح إن الترنيمة طويلة عايزة تتبلها كلها، بس إحنا هنكتفي عشان وقتنا. جونير يا جونير شاطرة خالص، أنا مبسوط قوي بيها. وهي جميلة. نسقف لها تاني. تعالى نسقف لها تاني نشجعها. هات المرة. أنا كمان مبسوط قوي بجونير عشان هي أمورة وبنت بوز مش مكسوفة. عسولة خالص. إن هي عسولة تبقى جميلة كده. برافو يا جونير. أنت عندك 8 سنين؟ شكلك صغير قوي يا سيدي. بس هي واضح إن هي ما بتاكلش. عايزين ناكل بقى يا جونير عشان نكبر شوية صح؟ ونطول ونتخن كده. يلا هنكمل مع اصدقائنا اللي على التليفونات. يلا بينا زي ما اتفقنا. لسه عندنا 12 مجموعه اسئله، مجموعه واحده لسه بس معانا. معانا كيرولوس. الو كيرولوس ازيك؟ انا الحمد لله. وانا كمان الحمد لله. انت بتتكلم منين؟ من القلوبيه. من القلوبيه. عندك كام سنه يا كيرو؟ عندي 12 سنه. يا رب يبقوا 100 سنه. جاهز؟ جاهز. ناوي تكسب؟ يا رب. يلا مع انكل مايك. اهلا بيك يا كيرلوس. ثاني واحد وثاني متسابق تتسابق معانا النهارده او يدخل معانا في المسابقه بتاعتنا النهارده. مهرائيل كانت الاولى 12 مجموعه اسئله يا كيرلوس، ورقم خمسه مهرائيل خدتها. نبعد عن خمسه، اي رقم ثاني من واحد ل 12 ما عدا خمسه. خدت سبعه. سبعه حلو. حلو قوي الرقم سبعه، جميل. الارقام اللي احنا دايما بنفرح كده بيها وبنحس ان فيها رقم وعدد للكمال. يلا نشوف المجموعه السبعه يا رب. اسئلتها تبقى جميله كلها تعرف تجاوب عليها. نشوف ونسمع اول سؤال بيتسال في المجموعه السبعه اللي بتساله لنا السمكه. شوف نسمع السمكه هتقول لك ايه حالا. كمل الايه. فكونوا حكماء كالحيات ونقط كالحمام، ضعفاء ولا بسطاء ولا ودعاء. والوقت ابتدى واعتقد هو جاوب قبل ما ارفع الساعه. فكونوا حكماء كالحيات ونقط كالحمام، ضعفاء كالحمام، بسطاء كالحمام، ودعاء كالحمام. متاكد؟ متاكد اكيد. هو اختار ودعاء مش كده؟ نقول عشان اصدقائنا. طيب واضح ان انت متاكد من اجابتك، بس ممكن يكون في تغيير في اللغوي في الجمله او في الايه في الكتاب المقدس. نرجع لمتى 10 16 نلاقي كده الايه بتقول فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. للاسف الاجابه مش معلش معلش. كتير الايات عم بشاره بتبقى المعنى بتاعها ممكن يبقى صح. هو زي ما بنقول التركه في السؤال
إن ممكن كل الكلمات تصلح، إنما إحنا بندور على نص كتابي عايزينه زي ما هو. معلش يا كرولس هارد لك يا حبيبي، فرحنا قوي إنك شاركت معنا، وزي ما بقول لأصدقائنا مش كل حاجة المكسب، المشاركة في حد ذاتها شيء جميل، وهنستناك في حلقة تانية تتصل وتكسب معنا إن شاء الله. حبايبي الحلوين، دلوقتي هنطلع فاصل إعلاني صغير ونعيد على أصحابنا اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم الشهر ده، ونرجع تاني. استنوا هنا رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. عم بشارة موجود ما مشيش، كلها كام ثانية وراجعين. حبايب الحلوين من الفاصل، اولا بنقول عقبال 100 سنه لكل اصدقائنا وصديقاتنا اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم الشهر ده. ثانيا لحظه الترقب الثانيه، حلو الترقب، كلنا عارفين طبعا اللحظه الثانيه اللي بنختار فيها برضو اتنين فائزين معانا، دول اللي فازوا، دول في المسابقه اللي جاوبوا على المسابقه بتاعتنا اللي على الفيسبوك قبل الحلقه. ومسابقتنا زي ما احنا متعودين بقالها فترة عن حاجة جميلة خالص، قوة الملاحظة والاختلافات بين الصور. تعالوا نشوف الصورة بتاع النهاردة ونحاول نطلع الاختلافات سوا. ايوه بص بقى، وانا سيد قشطه اللي تحت غمض عين ومفتح عين، بص الجمال. سيد قشطه اللي فوق فيه هنا بقى بعض النقاط، والناحية التانية ما فيهوش بعض النقاط. صح صح. طيب هتلاقي عندك بقى عندك هتلاقي في فار، بص الفار اللي في الخلفيه ده مش موجود كده، طوبه فار موجود في الصوره الثانيه هنا موجود وانا مش بص بقى مشرف في ايه في الميه. برافو عليك، في الميه فعلا في جزء من الميه هنا مخطط وفي جزء هنا مفتوح. نقطه مش موجوده. الولد بقى اللي واقف ورا، بص عين مفتوحه وعين مقفوله الناحيه الثانيه. يا عم بشاره ملاحظه حلوه دي، لطيفه. وفي هلال في الميه هنا، وفي هلال هلالين في الميه هنا، يعني في الارض الجزء من الشاطئ اللي بره الرمل ده، في بص عند راس السيد قشة زجزاج كده عامل زي التعبان مش موجود في الصوره الثانيه. صح يا عم بشاره، برافو عليك. باختصار اصدقائنا كتير جاوبوا
وحطينا اسمائهم هنا في البولة وهنختار كام؟ اثنين. هيحصل لهم ايه؟ هيحضروا معانا حلقة. هيحضروا حلقة. نقلب نقلب. قولوا لي بس لحد ما تقولوا بس. نشوف الفائز الأول. مينا ماجد. مينا ماجد ألف مبروك، سقفوا له. الفائز الثاني. الفائز الثاني مريم ماجد، يمكن تكون أخته. أخته ممكن. مبروك يا مريم، مبروك يا مينا، سقفوا لهم. برضو زي ما بقول دايما، الإعداد هيتابع معاكم حبايبي، وتيجوا تحضروا معانا حلقة من حلقات البرنامج. مايكل، أنا عارف إن أنت بتحب المواهب، وسمعنا ترنيمة من جونير. تيجي نسمع لحن بقى من جونير برضو؟ لا مش من جونير، من روماني. وليد فين روماني؟ تعال روماني خد المايك وارجع مكانك ونتكلم في المايك. روماني انت شماس في كنيستك؟ اكيد حافظ ألحان كتير صح؟ هتسمعنا لحن ايه؟ اوكي ريوس. يلا بينا نسمع روماني. O Kyrios metaso Ageios estin O bezer vaselefsin sevense evio genu senzoxen tom nevmato Ageio zikeo جدا جدا. صوته جميل هايل خالص. حاجه حلوه. لا لا شماس شاطر وهيبقى معلم في الكنيسه. حاجه جميله قوي التسبيحه والعذراء والوقت اللي فات، يعني الناس كتير استمتعوا بيه. نهضه العذراء. نهضات. يلا بينا بقى. اكيد عندنا اصدقاء على التليفونات دلوقتي. يا ترى مين اللي هيوصل لنا؟ يا ترى مين 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 معانا؟ مين؟ لوسيندا. لوسيندا الو، ازيك يا لوسيندا؟ الحمد لله. عامل ايه يا عم؟ أنا كويس يا حبيبي. تعمو أنت عندك كم سنة؟ أنا 8. إيه؟ 8؟ أه. هايل خالص، يا رب يبقوا 100. بتتكلمي منين؟ من مدينة السلام بالكهرباء. أهلا بيك يا حبيبتي. يلا بينا يا لوسيندا ويا رب تفوزي معانا. خدي مجموعة من أنكل مايكل. لوسيندا اسمك جميل قوي الحقيقة. أنا مبسوط قوي بالأسماء المختلفة والجميلة، وأكيد ليه معنى كمان جميل هنعرفه منك بعد ما تكسبي. يلا نشوف دلوقتي. عندنا مجموعات كتير من الأسئلة. عندنا 12 مجموعة أسئلة يا لوسيندا، منهم 5 و7 التالتة. أي مجموعة ما عدا 5 و7 تختاري كام؟ 5 و7 7. لا ما هو 7 اتاخد. كان في وراحت. 5 و7 اتاخدوا. اي مجموعه ثانيه ما عدا 5 و7 نختار كام؟ 2. حلو خالص. المجموعه 2 اللي اختارتها لوسيندا فيها 5 اسئله يا اولاد. بس اول سؤال بتسالهولنا ايه؟ السمكه. يلا نشوف نسمع بسرعه السمكه هتقول ايه. لوسيندا اول سؤال في المجموعه الثانيه. كمل الايه. كان الله يرسل طعاما لإيليا النبي مع
نقط، حمامة ولا غراب ولا عصفورة؟ والوقت ابتدى يا لوسندا. ملوك الأول 17 من آية 4 لآية 7 يتكلم كده عن قصة ليا النبي وإن الله كان بيرسل له طعام. يقول كده إن كان بيرسل هذا الطعام مع حمامة ولا مع غراب ولا مع عصفورة، كان مع الطائر اللي بيرسل الله لإيليا الطعام على غراب. إجابتك صح، تعنصف جامد جدا، برافو سعفولها، صح تعنصف، لا مشجعها يا ولاد، برافو عليك. وصلنا للجميل بتاعنا اللي اسمه الأرنب. شطار قوي الأرنب ده، وديع وجميل كده، أنا شخصيا بحبه وبعزه، مؤدب كده وابن ناس. تعالوا نشوف بسرعة الأرنب سؤاله التاني لسندا هيكون إيه، نسمعه. في فاكهة من فواكه فصل الصيف، يا ترى هي إيه؟ البطيخ ولا البرتقال ولا اليوسفي؟ والوقت ابتدى. فواكه فصل الصيف، حلو قوي موضوع الفواكه، نبقى عارفين ايه اللي فصل الصيف فصل الشتاء ونقدر نحدد فواكه فصل الصيف منها هو البطيخ ولا البرتقال ولا اليوسفي. مين من الثلاثه دول فواكه لفصل الصيف مخصوصين جدا لفصل الصيف، صيف بيخلص وهيبتدوا يقلوا قوي، هل هو البطيخ ولا البرتقال ولا اليوسفي؟ في فواكه تنفع كده وكده شتاء وصيف، لكن للصيف بس هو ال بطيخ. إجابتك صح، خمسة أف جامد جدا لسندا، أشكرك. شاطرة قوي لسندا، احنا دلوقتي ماشيين لغاية دلوقتي هايل، جاوبنا السؤال الأول سمكة، السؤال الثاني الأرنب. دخلنا على الشقي جدا بتاعنا اللي اسمه المانكي، قرد أو المانكي. لا المانكي، أنا مش عارف مصمم إن هو اسمه مونكي، أنا عرفت إن اسمه بالإنجليش مونكي. السؤال التالت مش هزعلك يا مشارة، نشوف المونكي هيقول لنا إيه. من القديسين ويلقب بالقوي ويتميز بفضيلة التوبة، فمن هو؟ الأنبا كراس ولا الأنبا بيجول ولا الأنبا موسى؟ والوقت ابتدى يا لوسين. من القديسين لقب القوي وتميز بفضيلة التوبة، لقبه القوي وتميز بفضيلة التوبة، مين القديس ده معروف مشهور؟ هو الأنبا كراس ولا الأنبا بيقول ولا الأنبا موسى؟ ها؟ أظن إن هم يقصدوا بالأنبا موسى، الأنبا موسى الأسود. من القديسين ويلقب بالقوي ويتميز بفضيلة التوبة، هل هو الأنبا كراس ولا الأنبا بيقول ولا الأنبا موسى؟ ها؟ الأنبا موسى. تعين سقف قوي 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 لسان، طبعا يوضع مضبوطة ونشجعها طبعا، برافو عليك. تالي كلنا عارفين سيرة الأنبا موسى الأسود، إن هو كان قد إيه قوي، لكن كانت فضيلة التوبة هي السمة أو الشكل الواضح جدا لوقت رجوعه عن خطاياه كلها بالتوبة. تعالوا نشوف السؤال الرابع، الزرافة، برافو عليك يا سندا، يلا نشوف بسرعة الزرافة هتسألك وتقول لك إيه، نسمع. حد يعرف الحية النحاسية بتشير لإيه؟ الكنيسة ولا الصليب المقدس ولا القديسة العذراء مريم؟ والوقت ابتدى. كان في حاجات كتير في العهد القديم ليها رمز، نتكلم على الحية النحاسية رمزها كان ايه، الكنيسة ولا الصليب المقدس ولا كانت رمز القديسة العذراء مريم؟ الحية النحاسية، فكر كويس قوي. الصليب المقدس. ليه الصليب المقدس؟ الحية النحاسية كانت إشارة أو رمز للصليب المقدس. إجابتك صح يا لوسندا، تعالوا نسحب جامد على لوسندا، شاطره خالص جدا، برافو عليكي، برافو. الاسد، الاسد يا لوسندا، اسد. انا واقفه مع الاسد طبعا، ملك غابه يحترم لاحترامه لهيبته لي يعني. لوسندا انت بتخافي من الاسد؟ مش جاي من امبارح يعني، راجل بتخافي من الاسد؟ هي قالت لا، سكوت عامة الرضا. قالت لك قالت كاملة. يلا نشوف نسمع، ربنا يسهل كده الاسد ما يبقاش اسد قوي، يبقى كده طيب، ونشوف السؤال بتاعه هيكون ايه لوسندا، وتجاوب ان شاء الله عليه مظبوط وتكسبي معنا المسابقه بتاعتنا، بس حالا نسمعه ونشوف نسمع هيقول لنا ايه. ما اجمالي عدد اصفار الكتاب المقدس
شاملة للأسفار القانونية التانية 60 ولا 63 ولا 73 والوقت ابتدى. الأسد ده باين عليه صوت بس ما يخوفش. ده سؤال صعب على فكرة يخوف شوية كده يقلقنا. عندنا دلوقتي كتاب مقدس عبارة عن عهد قديم وعهد جديد، الإجمالي بتاعهم كام؟ هنزود كمان عليهم، ودي الحتة بقى صعبة شوية. أصفار القانونية التانية كام؟ صفر. هيدونا 60 63 73. إجابتك كانت 73 يا لوسند. إجمالي أصفار العهد القديم، العهد الجديد، والأصفار القانونية الثانية هيدونا 73. يلا نحسب مع بعض ونجمع ونشوف إجابة لوسيندا هتكون صح ولا غلط. الجزء الأول في السؤال وهو أصفار العهد القديم 39 زائد العهد الجديد 27 زائد الأصفار القانونية الثانية اللي هم 7. تعالوا نحسب 39 زائد 27 زائد 7 هيدونا 73. إجابتك صح يا لوسيندا. تعالوا نسقف جامد جدا ونشجعها جدا. برافو يا لوسيندا، مبروك يا لوسيندا يا حبيبتي الفائز الثاني معانا النهارده. صحيح. مايكل للاسف وقت الحلقه بيجري بسرعه وانا لسه عندي موهبتين اجمل من بعض والاثنين هيقولوا طبعا. الحان هستاذنهم حاجه صغننه شويه وفي السريع. تعال الاول نسمع ابراهام مينا. فين ابراهام؟ خد المايك. يلا يا ابراهام ارجع مكانك وقول لنا بسرعه جزء من اللحن اللي انت عاوز تسمعه لنا. يلا بشفاعات. يلا اتفضل. بشفاعات والدة الإله القديس مريم يا رب انعم لنا بغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصت أنا رحمة السلام ذبيحة تسبيح. برافو برافو سقفوله. خلي المايك معاك أو اديه ليوسف ماجد. فين يوسف؟ جنبه قاعد جنبه. يوسف هتسمعنا لحن ايه؟ هللويا. يلا بينا نسمع يوسف. هللويا سبحوا الله في جميع قدسه سبحوا في جلال قوته سبحوا على مقدرته سبحوا ككسر عظمته سبحوا بصوت البوق سبحوا بمزمار وكسار سبحوا بأوتار وأورغن سبحوا بسنوج التهليل. برافو برافو. معلش معلش يا يوسف الوقت بيجري. تعالى هات المايك بسرعه. قوي قوي يوسف الالحان الجميله مايك للاسف حافظنا يا رب وقتنا وقتنا بيجري بسرعه. انا اسف. عمشاره انت عايز معانا يا انكل مايكل بقاليه هديه مؤقته اننا بنقول اسماء اسمه صح. الحلقه اللي فاتت عمشاره كسب معانا اتنين كانوا جمال خالص وشاطرين اسمهم مريم وبيتر. دي الحلقة اللي فاتت عم بشارة لكن الحلقة اللي احنا فيها دلوقتي طبعا برضو كسب معنا اتنين كانوا شطار خالص فرحونا جدا وكانوا مهر قيل ولوسيندا. لسه الفرصة بالنسبة لكم حبايبنا اللي بتتفرجوا علينا لو جاوبتوا على سؤال حدوتة النهاردة. والسؤال بيقول مين الحيوانات والطيور اللي قابلها الأرنب نونو وهو بيدور على مامته؟ حبايبي اعرفوا الإجابة الصحيحة وبعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج عم بشارة على الهواء. وقت الحلقة خلص يا انكل مايك. حلقة جميلة انبسطت يا عم بشارة. طبعا انبسطنا بتهيألي واصحابنا الجمال كلهم فرحونا النهارده وبسطونا بمواهب جميلة قدموها لنا وكمان بمسابقات حلوة جديدة. رايحة فين؟ لسه هنختم مع اصحابنا وهنباي باي لكل اصحابنا اللي في البيت. طيب يا اولاد دلوقتي كل اصحابنا كل اللي اتفرجوا علينا النهارده هنقول لهم في البيت بعد ما ناخد البونبوني من عم بشارة قول باي باي. هنقول لهم باي باي. على
يلا خدوا بونبوني. يلا كلوا بونبوني. عشان نجار زي القديس يوسف البار يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار رايح فين ماشي استنوني المرة الجاية باي حبايب عمو بشارة لسه بدري يا عمو بشارة.